أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقد ظل يناشد ربه قائلا: اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم، يقصد المسلمين، لن تعبد. اللهم إن شئت لن تعبد بعد اليوم أبدا. فرد عليه الصديق وقال: حسبك يا رسول الله، ألححت على ربك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل أخذ بعنان فرسه يقوده على ثناياه النقع، والنقع هو الغبار. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من باب العريش ويقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر. ثم أخذ حفنة صلى الله عليه وسلم من الحصباء فاستقبل بها قريشا وقال: شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، ورمى بها في وجوههم، فما من المشركين أحد إلا أصاب عينه ومن خريه وفمه من تلك القبضة. وأنزل الله قوله: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. صدق الله العظيم. اصمدوا، فالنصر لنا، النصر لنا، لا تفروا، لا تفروا من أمام جيوش محمد، اصمدوا. وقف غلامان صغيران بجوار عبد الرحمن بن عوف فسأله أحدهما: يا عم، يا عم، أرني أبا جهل. فقال عبد الرحمن بن عوف: فما تصنع به؟ إنه يسب رسول الله. فأشار لهما عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه إلى أبي جهل. أخزاك الله يا عدو الله؟ قل يا ابن مسعود، لمن الدائرة اليوم؟ لله ورسوله. لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا روي عمنا. وبينما كان عبد الرحمن بن عوف يحمل الغنائم، إذ قال له أمية: أنا خير لك من هذه الأدرع التي معك. فقال له: نعم. فطرح عبد الرحمن الأدرع. وقد قال أمية بن خلف، وهو أسير لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: يا عبد الإله، من الرجل منكم المعلم بريشة نعام في صدره؟ فقال: ذاك حمزة بن عبد المطلب. فقال: ذاك الذي فعل بنا الأفاعي. فوجده بلال: رأس الكفر أمية بن خلف، لا نجوت إن نجا. وكان أمية هو من يعذب بلالا في مكة. قال عبد الرحمن بن عوف: أي بلال، هذا أسير. لا نجوت إن نجا. يا أنصار الله، يا أنصار الله، رأس الكفر أمية بن خلف، رأس الكفر أمية بن خلف. قال عبد الرحمن بن عوف: أنج بنفسك، ولا نجاء بك، فوالله ما أغني عنك شيئا. قال عبد الرحمن بن عوف: يرحم الله بلالا، ذهبت أدرعي وفجعني أسيري.
اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وأفضاله. آمين. لم تشبع نفسي من سيرتك يا خير خلق الله. ما زال أمامنا جزء آخر يا أخي نرويه عن سيد الخلق. حبيبي يا رسول الله، أتعلم أن غزوة بدر كانت درساً في كل شيء؟ لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة اختلف الصحابة رضي الله عنهم في موقف الأسرى، فقال أبو بكر: نأخذ الفدية فإنهم أبناء العم. وقال عمر بن الخطاب: نضرب أعناقهم ليعلم الله أننا ليس في قلوبنا هوادة للكافرين. وأنزل الله قوله تعالى: والكتاب الذي سبق من رب العالمين هو قوله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. وهنا الإذن بأخذ الدية. ما لي أشعر بآلام شديدة يا أم جميل. كلنا يتألم يا أبا لهب. لا، إنها آلام فظيعة في جسدي. ما هذا؟ إنها العدسة يا أبا لهب. آلام فظيعة. تهربين مني يا أم جميل؟ إنها القرحة التي يتشاءم منها العرب. يا أم جميل، يا أم جميل، هلك عني سلطانية. أين مالي؟ أين جاهي؟ أين أبنائي؟ أين سيفي وملكي؟ ماذا يحدث لي الآن؟